بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم إن شاء الله؟ يا ربي تكونوا بألف خير وعافية. نشرح لكم إن شاء الله اليوم وضعيات الأوربيت. لكم لديه وضعيات الأوربيت، لديه وضعيتان فقط. فالوضعية الأولى اللي هي بستريور أنتريور، يكون المريض بهذا الشكل بهذه الوضعية. شوف كيف وضعية المريض، شوف هنا الوضعية، يكون الأنف والصورة ملاصقين للكاسد. شوف التيب موجه كيف، هذه في الوضعية الأولى اللي هي بستريور أنتريور، يكون الأنف والصورة ملاصقين للكاسد في الأوربيت. شوف كيف، شوف وضعية التيب كيف توجيهته. هذا في الوضعية الأولى، بيطلع لك صورة الأشعة بهذا الشكل. هذا الأوربيت الذي عظام اللي حول العين. في معانا الوضعية الثانية اللي هي الأوربيت، كمان بستريور أنتريور، لكن الشكل إيش اللي مختلف هنا على الأولى؟ يكون مختلف هنا إنه الأولى معاك الصورة مع الأنف الذي يكون الجبهة، الذي هي الجبهة فرونتال الذي تكون ملاصق مع النويز. الآن معانا الماوث، الفم مع الأنف النوز النزل أو النوز الذي يكون ملاصق للكاسيت. شوف في الوضعية الأولى إيش ملاصق، الأنف مع الجبهة، وصورة التيب كيف هو، يعني يكون مركز. ومعنا الوضعية الثانية الذي الأنف والفم في الصورة هذه في الأوربيت. شوف كيف الشكل، لكن شوف هنا التيب يكون موازي للرأس تماما في هذه الوضعية، فيطلع لك صورة الأشعة بهذا الشكل على الأوربيت. هذان الوضعيتان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.